السلام عليكم. لإزالة كروم من أي فيديو نذهب نأخذ فيديو معين، يعني نضغط على امبورتي يعني استيراد، نأخذ الفيديو المعين بالضغط مرتين أو نضغط أيضا على أوفرير، ثم نحرك هذا الخط أو هذا المستقيم أو هذه القطعة حسب الوقت الذي نريده جانفيري وضع فيه، يعني جرس الاشتراك واضح. ثم نذهب لإحضار الكروما، فيديو المتعلق بالكروما، ثم نضغط عليه ونضعه في المكان أو الوقت أو الزمن الذي نريده، واضح. بعد ذلك نعود إلى الجهة اليمنى من كاب كات، ثم لدي هنا مفعل فيديو. لدينا في الأول بازيك، سوف نذهب إلى لو ديكوباج. ديكوباج المرة الثانية، الخانة الثانية، واضح. ديكوباج نضغط عليها، حين نضغط عليه سوف يفعل كليك كروما ديكوباج أوماتيك. نضغط على كليك كروما، سيظهر أيضا هنا في أسفل، أسفل من كليك روما، سيليكتور دو كولور. نضغط على هذا القلم سوف يتفاعل أو سوف يظهر بشكل جيد، واضح. سوف يفتعل أو سوف يظهر بشكل جيد هنا، واضح. سوف يفعل. بعد ذلك نذهب مباشرة بالكيرسور إلى هنا، ستظهر دائرة خضراء، واضح. لما تظهر أون كليك سير الدائرة على الفيديو المعين اللي فيه الكروما، سوف يتفاعل فورس أومبر. سنضغط على فورس، نحول من 0 إلى 10 أو 12، المهم نفوت 10، نفوت 10 أو نفوت 10، ثم بعد ذلك نجرب هل أزيلت الكروما أم لا، واضح. أمبل J'enverrai, il enverra, il ou bien elle enverra. إذا لقد تمكنا من إزالة الكروما، وبالتالي فهذه العملية مهمة لعدم إظهار كروما في فيديو معين، واضح. إن هذه طريقة لإزالة الكروما. لا نضغط على ديكوباج أوتوماتيك لأنه سوف لن يظهر حتى الجرس وسبسكرايب ولا أي شيء. نضغط مباشرة هنا الأعلى فورس، محرك الخاص بالقوة فقط. إلى هنا قد أنهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous enverrons, vous enverrez, elle avec S, ou bien il avec S, environ.